مين بقى اللي المفروض يمشي من النادي الاهلي تاني؟ معلش كتير من زادو. لا ما زادو كتير. لا يعني احنا مثلا مبدئيا اول علي لطفي لازم يروح يلعب في حته لازم يطلع يلعب هو كمان ما طبعا هو جون كويس جدا بس طبعًا. يطلع مش هيلعب طبعًا. ويمشي كريم فؤاد مش اهلي مش اهلي. محمد هاني يبقى موجود بس احتياطي تجيب بكره تقيل. ياسر ابراهيم لو ما اتظبطش لا انا بقول لك هو ياسر ابراهيم لو ما اتظبطش لا. ناحيه الشمال علي معلول موجود تاريخه يشفع له ولو ان العاطفه عند النادي الاهلي ما كانتش موجوده. تمام. ده عبد الجليل في عز مجد وطاهر ابو زيد قال لهم شكرا وعلاء ميهوب مفيش. علي معلول يقعد سنه كمان بس تجيب له باك ليفت تقيل يقعد. كده حوالي اربعه. محمد محمود، محمود متولي ادي كده سبعه، بيرسيتاو، ميكيسوني ادي كده تسعه. انت فاهمني؟ واحد من صلاح محسن او طاهر او حسين ادي كده 10. كتير مش كتير. تجيب مين طيب مكانهم؟ مش عارف. لو هتجيب ناس زيهم يبقى هم اولى. لان اتطبعوا بفنيه الاهلي ويتنحرروا شويه ويحسوا ان خلاص كانوا هيمشوا. فانا مقعدكم السنه دي يا فتموت نفسك. مين اللي يجي؟ مش كتير في الدوري المصري. ابعد عن فيوتشر وبيراميدز اللي مش هيدوك لعيبه. وطبعا الزمالك فابعد عن دول. مش طيب هتجيب من سيراميكا مين؟ محمد ابراهيم ممكن. شادي حسين؟ شادي حسين ممكن. سمعت ان هيجيبوا ميسي ده الصغير؟ لا لا ما تدخلوش تاني. هو لعيب جامد قوي بس في سيراميكا. لعيب جامد قوي في المقص انما مش اهلي. محمد ابراهيم لابس تيشيرت الزمالك ومنتخب مصر فيقدر يلعب في الاهلي. شادي بيكافح مكافح يجي منه. مين تاني يا كابتن؟ في مثلا الزناري في طلائع الجيش كان من الاسماء اللي بيتقال ان هو ممكن يروح اهلي او زمالك. ده مساك. لا يبقى ياسر ابراهيم موجود. مش مش كده. نفسي في كريم العراقي. انا بكرايت على كيف هو بيدلع ساعات بس بكرايت مولود في الحته دي. يعني مولود في الحته دي. نفسي حسين السيد يرجع لان بيراميدز مش هتسيبه. ولد شفت النهارده عامل جبهات ناحيه الشمال. محمد حمدي؟ لا لا محمد حمدي حسين ركب عليه. وانا من زمان وانا بقول محمد حمدي ما بيركش. معرفش احمد ايمن منصور فين؟ رايح الزمالك والله. طب هو ما بيلعبش ليه الفتره اللي فاتت؟ قعده خلص ومش ما جددش يعني العلاقه بينه وبين بيراميدز انتهت. كويس لعيب كويس. طيب انا عمال انقي مش لاقي. الاسماعيلي ما فيهوش لعيب. كنت هقول لك الاهلي ياخد منه كتير زي زمان. ما لقيتش ما لقيتش. الحلقه الجايه بقى الاقي. هحضر لك انا كام لعيب كده براحتك.